مساكم الله بالخير وتقبل الله صيامكم. اليوم طيارتنا موديتنا حق بلد عربي فرحنا كثير هالسنة بكأس العالم، مو هالسنة، السنة اضافت فرحنا كثير بكأس العالم وكان راح يوصل إلى النهائي. أكيد عرفتوا هذا البلد هو الجزائر، بلد المليون شهيد. حياكم، شوفوا المشاركين شو راح يجاوبوني عنا على أسئلة الجزائر. أول متسابقين بأسئلة الجزائر، مبارك عليكم الشهر. علينا وعليكم. من وين الأخوان؟ من الأردن. من الأردن، أهلا وسهلا بالنشامة. حياك الله. 3 سنين عندكم بالأردن، أنا كنت أهلا وسهلا حياك الله. وجربت رمضان عندكم، كان رمضان خفيف وأجواء جميلة. إيش رأيكم برمضان بالكويت؟ ولا أجمل من هيك. ولا أجمل أكيد. ولا أجمل أكيد. حر؟ حر، لكن يعني الحمد لله الأمور كلها مرتبة بالنسبة لي. الحمد لله، الحمد لله. برنامجنا اسمه أربح ويانا. واحنا كل يوم ندور من دولة إلى دولة. وأشوى اليوم حلقتنا مو عن الأردن، عشان جاوبت على الأسئلة. اليوم حلقتنا عن الجزائر. سؤالنا يقول: متى قامت الحرب العراقية الجزائرية؟ في أي عام؟ العراقية الجزائرية؟ في أي عام قامت الحرب الجزائرية العراقية؟ في خيارات؟ لا، ما في خيارات. ما في خيارات. سؤال إجابته سهلة. وايد سهلة. سهلة. لا يوجد حرب عراقية جزائرية. لا يوجد حرب عراقية جزائرية. جابتك صحيحة. جابتك صحيحة. هذا كان سؤال الفخ. وانتوا الحين طلعتوا من الفخ. طلعنا من الفخ الحمد لله. في سؤال ثاني. إذا جاوبتوا عليه بإذن الله راح تربحون الجوائز وما راح ترجعون الأردن وانتوا زعلانين منه. أنا بنزعل من الشامة. إن شاء الله. سؤالنا يقول: من هو رمز المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي ومؤسس دولة الجزائر الحديثة؟ لا لا، مؤسس. من هو رمز المقاومة الجزائرية ومؤسس دولة الجزائر الحديثة؟ خيارات على الأقل شيء. ما في خيارات، هذا مشكلة. الصيام مؤثر على المعلومات. بركي هلا الحر نقول مش الصيام. ايه. لا، مخرج اخر. عبد الله. لا لا، اجابه اخر مره. من هو المؤسس؟ ما عندكم الاجابه؟ للاسف كان ودنا انكم تفوزون. جاوبتوا اول سؤال. مؤسس هو عبد القادر الجزائري، وللأسف ما جاوبته وحظ أوفر إن شاء الله. ما بغينا نزعلكم، بس هذا اللي صار. يعطيكم ألف عافية ونشوف مشترك ثاني. مبارك عليكم الشهر. أهلا عليك. شهر رمضان ياكم. الحمد لله بخير. الحمد لله. برنامجنا اسمه أربح ويانا وإن شاء الله تربحون ويانا. السؤال يقول: متى قامت الحرب العراقية الجزائرية؟ في أي عام؟ العراقية الجزائرية؟ في أي عام قامت الحرب العراقية الجزائرية؟ في اختيارات؟ لا، ما في اختيارات. سنة، قرب لنا السؤال الإجابة. ما أقدر. السبعينات؟ مهم، ما أقدر. بالسبعينات؟ بالسبعينات. للأسف ما قامت حرب بين العراق والجزائر، ما صار حرب بين. كان هذا الجواب جواب بسيط جدا، نقول ما صارت حرب بين العراق والجزائر. وسامحونا السؤال كان وايد بسيط. يعطيكم ألف عافية. مشاهدينا الأعزاء، ننتقل حق متسابقين ثانيين ونشوف في أحد راح يعرف تاريخ الحرب العراقية الجزائرية ولا في واحد راح يقول إنه ما في حرب. حياكم ويانا. مبارك عليك الشهر. علينا وعليكم ان شاء الله. الله يبلغنا وياك. من السعودية طبعا. من السعودية، والنعم بالله السعودية. الله يجزاك خير. وبرنامجنا خفيف شوي اسمه أربح ويانا، نتنقل بين الدول، واليوم دولتنا الجزائر. أشوف علم الجزائر. ما شاء الله ما شاء الله. سؤالنا يقول: تفضل. متى قامت الحرب العراقية الجزائرية؟ والله يبعد عنا الحروب إن شاء الله. وش جاب العراق للجزائر؟ ما
ما في حرب قيمه بين العراق. ما في حرب قيمه بين العراق والجزائر. اجابتك صحيحه وانت الحين الحمد لله طلعت من سؤال الفخ. هذا سؤال فخ انا في ناس يجاوبون يقول قامت ويعطينا تاريخ. انت قدرت تجاوب. السؤال الثاني اذا جاوبته باذن الله راح تربح جوائز وما نبي نزعل اهل السعوديه. الله يجزيك خير وياك الجوائز ان شاء الله. يقول لك من هو رمز المقاومه الجزائريه ضد الاستعمار الفرنسي ومؤسس دولة الجزائر الحديثة؟ سؤال طويل هو ما أعيد لك يا. من هو رمز المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي ومؤسس دولة الجزائر الحديثة؟ مو بعبد القادر؟ عبد القادر الجزائري. عبد القادر الجزائري وللأسف لكن إجابتك صحيحة. إجابتك صحيحة هو عبد القادر الجزائري. ربحت ويانا كوبون مقدم من مطعم الفروج رقمهم 1-8290-90 وكوبون مقدم من مطعم بابك رقمهم 3-2-5-2-3-2 ومسبقة بوتيك أند أنتيك تقدم لك كوبونين رقمهم 6-7-6-7-1-7-1-5 حلويات زوارة مقدمين لك طبق حلو وانت حلو بعد حبيبي. وفن الابتكار مقدمين لك قطعة قماش حق العيد إن شاء الله. وعشبتي مقدمين لك جائزة رقمهم 2573-8381 عليك بألف عافية. علينا وعليكم إن شاء الله وبلغنا وياكم رمضان إن شاء الله. إن شاء الله. والدول السعودية ودول الخليج إن شاء الله بخير وعافية إن شاء الله وأمن وأمان. حبيبي هلا والله. أخيرا حصلنا واحد يقدر يجاوب على سؤالنا. تعالوا خلينا نشوف متساويين ثانيين بسؤال جديد. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شلون رمضان وياك؟ الحمد لله كل امورنا زينه. الحمد لله ان شاء الله دوم امورك زينه. الله يرحم والديك وان شاء الله تربح ويانا اليوم ان شاء الله. سؤالنا يقول في اي عام اندلعت الحرب العالميه الثالثه؟ ما في حرب عالميه ثالثه، ثنتين هم. هم ثنتين ما في ثالثه. متاكد؟ متاكد. متاكد من اجابتك؟ متاكد. متاكد اجابتك صحيحه. ما في حرب بين ما في حرب مو بين ما في حرب عالميه ثالثه. صحيح عشان تكون بين احد. السؤال الثاني اذا جاوبته باذن الله لك جائزه ان شاء الله. يقول ما هي اكبر دوله عربيه من حيث المساحه؟ الجزائر. الجزائر. نعم. متاكد مو السعوديه؟ لا الجزائر اكبر. الجزائر. مبروك الف مبروك ربحت ويانا جائزه مقدمه من مطعم الفروج. تفضل. ومطعم بابك مقدم لك كوبون بعد. الله يرحمك. مسبقه بوتيك اند انتيك مقدمين لك كوبونين. حلويات زواره مقدمين لك حلو. وشركه عشبتي ايضا مقدمين لك جائزه. وفن الابتكار مقدمين لك حق العيد. الله يجزاك دشداشه تكشخ فيها ان شاء الله. توفيق ودوم ان شاء الله. جزاك الله بالنور. مبارك عليك ان شاء الله. علينا وعليك. برنامجنا اسمه اربح ويانا. ان شاء الله ان شاء الله تربح. ان شاء الله نربح. سؤالنا يقول ما هو بلد المليون اسير؟ مليون شهيد. اسير ما اعتقد فيه. ما في بلد مليون اسير. بلد مليون شهيد الجزائر. بلد مليون اسير ما في. انت مغششنا هني بعد. اي مغششك هني بس مو هذا سؤالي. شو السؤال؟ هذا فخ وانت انحشت من الفخ على قولتهم. تجاوب السؤال الثاني تربح. شو جوائز ان شاء الله. سؤالنا يقول كم سنه استعمرت فرنسا الجزائر؟ الجزائر كانت تحت الاستعمار الفرنسي، كم سنه الاستعمار ضل؟ 120-130. 120-130. هو 130 بس 100 وكم 30؟ 1-2-3-4. اختار يا 1 يا 2 يا 3. الوسط 132. 132 132 سنة. إجابتك صحيحة وألف مبروك. الله يبارك فيك. ربحت يانا طبق حلو من زوارة. تسلم. فن الابتكار مقدمين لك خوش خام طيب. تسلم. وعشبتي مقدمين لك جائزة أيضا. تفضل. أول مرة بحياتي أربح. الله يعني إن شاء الله دوم تربح إن شاء الله. تسلم. فروج مقدمين لك جائزة أيضا كوبون. تسلم. مطعم بابك مقدمين لك جائزة بعد.
ومصبغة بوتيك اند انتيك مقدمين لك كمان. يعطيكم العافية، مشكور عليك بألف عافية. الله يعافيك، كل عام وانت بخير ومستمعين بخير. ومشاهدين مشاهدين مستمعين سعيد حبيبي، حياكم ويانا مع متسابق ثاني. مبارك عليك الشهر. أهلا وسهلا. من وين لك؟ من مصر. والنعم بهالمصر. اليوم حلقتنا على الجزائر، احنا كل يوم دولة وعدت حلقة مصر. وأش الحمد لله أنا ما قابلناك بعبرة مصر، كان جاوبت. سؤالنا يقول من هو ملك الجزائر؟ لازم تفليقة. مو تفليقة. إيه بس من هو ملك الجزائر سؤالنا؟ هو الرئيس الحالي يعني؟ هي جمهورية زين؟ جمهورية. يعني مش مملكة. مش مملكة طبعاً. هذا السؤال الأول. أنت مش أنت المدام طلعتك من الفخ. أنت كنت في فخ والمدام طلعتك من الفخ. السؤال الثاني يقول ما هو نظام الحكم في الجزائر؟ جمهوري. إجابتك صحيحة، ألف مبروك. ربحت ويانا. لو سألنيكم عن مصر كان بعد أكيد تفوزون، على الجزائر تفوزون بعد. عليكم ألف عافية. كوبون مقدم مطعم بابك، ومطعم الفروج قدم لك كوبون أيضا. مصبغة بوتيك أند أنتيك قدموا لك كوبون. حلويات زوارة يقدمون لك طبق حلو مثل الحلوين عيالك. وفن الابتكار مقدمين لك قطعة قماش حق العيد تكشخ بدشداشة. عشبتي مقدمين لك جائزة أيضا. وعليك بألف عافية. احنا أسعد. مبارك عليكم الشهر. علينا وعليك ان شاء الله بالاعمال الصالحة. معي ان شاء الله. شو رمضان يا جماعة؟ والله زين الحمد لله. صحيح النهار طويل بس لا والله زين الحمد لله. الله يعيننا. اي والله الله يعيننا اجمعين ان شاء الله. سؤالنا يقول ايه في اي عام استضافت الكويت كأس العالم لكرة القدم؟ ماكو اختيارات؟ لا ما لا شو تقول لي؟ الكويت جمع. الكويت ما استضافت الكأس العالم. الكويت ما استضافت. ما استضافت. وياها بالجواب. وياها. الكويت ما استضافت. بعد بنتي. ولا إيه أكيد. مرة الكويت استضافت كأس العالم. إيه؟ إجابتك صحيحة. ولكن مو هذا سؤالنا. السؤال الثاني إذا جاوبتوا راح تربحون الجوائز. إيه؟ سؤال يقول في دولة عربية وصلت نهائي وصلت إلى كأس العالم مو النهائي سنة 2014 دولة عربية واحدة. شنو هي الدولة؟ شنو اسمها؟ ماكو اختيارات؟ لا ما حاولي. تقولين الجزائر؟ الجزائر. الجزائر. ليش شان شتيفاني لا صح؟ إيه الجزائر. إجابتي صحيحة الجزائر. وربحت ويانا كوبون مقدم مطعم الفروج رقمهم 1-88-90-90 وكوبون مقدم من مصبغة بوتيك أند أنتيك رقمهم 6-7-6-7-1-7-1-5 مطعم بابك قدموا لكم كوبون رقمه 3-2-5-2-3-2 وقطعة قماش من دشدش معانا فن الابتكار مقدمين لكم هدية وعشبتي أيضا قدموا لكم هدية. يعطيك العافية. عليكم بألف عافية. عزاكم من عوادة. وحلويات زوارة مقدمين لكم حلو. جزاك الله خير. حلي أيامك إن شاء الله. إن شاء الله. أنتم بخير تعود علينا وعليكم بالصحة والعافية. بالصحة وسلامة يما. انتهينا من هذا السؤال وكان هذا آخر سؤال وفازت ويانا الحجية. ربح ويانا وألف مبروك للي ربح ويانا اليوم وهارد لك للي خسر. انتهينا من بلد المليون شهيد الجزائر وتابعونا باكر شوفوا طيران الكوت وين راح يودينا في مالنا.